السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخوة أعضاء وزوار منتديات عرب فوركس الكرام، كل عام وأنتم بألف خير، ونسأل الله تعالى أن يتقبل طاعتكم. استمرارا لنهجنا الذي بدأناه منذ 8 سنوات والقائم على توفير أفضل الخدمات لمتداولي الفوركس من خلال التعاقد مع أرقى الشركات وبأقوى التراخيص العالمية، ومن هنا كانت شراكتنا مع الشركة الرائدة والغنية عن التعريف شركة تكمل، فكان عرب فوركس أول وكيل لها في العالم العربي. ولأن علاقتنا مع عملائنا قائمة دائما على الشفافية والمصداقية، ولسعينا الدائم والمتواصل لتلبية احتياجاتهم، قمنا بزيارة ميدانية لمقر شركة تكمل لنتعرف على فريقهم وجها لوجه، ونطلع على آلية عملهم على أرض الواقع، وننقل لهم وجهات نظر العملاء، وفي نفس الوقت لننقل للعملاء صورة مباشرة من داخل الشركة. وكان الانطباع لدينا إيجابيا للغاية، حيث التقينا مدير تطوير الأعمال السيدة كارلا نمر، والمدير الإقليمي للمنطقة العربية السيد سامر الخالدي، وقد أبدوا تجاوبا كبيرا مع اقتراحاتنا، وأكدوا لنا التزامهم الدائم بتوفير المزيد من شروط التداول والتي تصب في مصلحة العميل، والسعي الدائم لتقديم فوارق سعرية وعمولات منخفضة وتنافسية. وبمناسبة الحديث عن الفوارق السعرية، نتوجه بالسؤال للسيد سامر لمعرفة آخر العروض الترويجية التي تقدمها شركة تكمل لعملائها. سيد سامر مساء الخير. عندما نتحدث عن الفوارق السعرية دائما ما تكون شركة تكمل في المقدمة، هل لك أن تطلعنا على آخر العروض الترويجية التي تقدمها شركة تكمل اليوم؟ بداية طبعا يسعدني الترحيب فيك أستاذ طارق جبور عنا في مقر تكمل. أهلا وسهلا فيك وبكامل العملاء والمتابعين الكرام من تكمل وعرب فوركس. طبعا يسعدني اليوم الإعلان عن أحدث العروض عنا في شركة تكمل، حيث مؤخرا قمنا بتخفيض العمولات المطبقة على حسابات الـ VIP عنا في الشركة بنسبة 37.5%، لتصبح هذه العمولة $1 عن كل اتجاه لكل $100,000 حجم تداول، عوضا عن $1.6 عن كل اتجاه سابقا. يعني الآن أصبح مجموع العمولات على كل $100,000 تداول في حسابات الـ VIP $2 عوضا عن $3.2. طبعا هذا العرض يأتي في نطاق سعينا المستمر لإرضاء عملائنا وتقديم كل جديد تقديرا لثقتهم بنا، واللي فعليا ساهمت بانتشارنا الكبير إن كان عالميا أو عربيا بشكل عام مؤخرا وبسرعة فائقة جدا. فشكرا لكم، شكرا لعملائنا الكرام على هذه الثقة التي نعتز بها، وإن شاء الله حيكون في كثير من الأمور، كثير من المفاجآت والزيارات إلى البلدان العربية المتعددة بوقت قريب جدا. قامت شركة تكمل مشكورة برعاية المسابقة الرمضانية لهذا العام، حيث قدمت جوائز بقيمة $4,000 أمريكي. اليوم ومن مقر شركة تكمل نتشرف بإعلان نتائج المسابقة الرمضانية، حيث كانت النتائج كالتالي: وفي الختام نتقدم للشكر لشركة تكمل على حفاوة الاستقبال وعلى رعايتها للمسابقة الرمضانية للسنة الثانية على التوالي، ونتمنى لهم مزيدا من التقدم بما يخدم متداولي الفوركس في العالم العربي. والشكر أيضا موصول لأعضاء عرب فوركس على ثقتهم بنا على مدار 8 سنوات. نعدكم في عرب فوركس أن نقدم لكم دائما الأفضل والأقوى، وانتظرونا دائما مع المزيد من المفاجآت التي لا تنتهي على عرب فوركس. وتقبلوا تحياتي، أخوكم طارق الجبور، الإدارة العامة لمنتديات عرب فوركس.